صباح الفل اللي يتابعوا فينا الكل، تحية لكم إن شاء الله بداية أسبوع مريحة للجميع إن شاء الله بالنشاط والحيوية. إن شاء الله ربي يحمي بلادنا بعد اللي صار في نابل وبعد اللي صار واللي يمكن في صفاقس وفي غيرها من البلدان المدن التونسية وفي جوهرة الساحل اللي كنا فيها أنا الأربعة اللي فاتت. لكن إن شاء الله الأسبوع هذا يكون طالع خير على بلادنا، يكون طالع خير على الأمة الإسلامية جمعاء. احنا جينا اليوم نهار الاثنين، جينا لسيدي البحري لأنه ديما نهار الاثنين نفركسوا على حوم العربي، الحوم اللي تنجم تلقى فيها شوية حركية شوية نشاط. نعرفوا سيدي البحري هي حومة المتاوى باركسيلونس، وأنا كنت قلت راو كانت أغنية متاع جمعية المطوية، تعرفوا المطوية تعرفوها قوية، باب الخضرة ترنجة والمرجانية اللي هما الفيف متاع لخيان من 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 المطوية. وتحية العم حسين بن سالم رئيس جمعية وادي الليل سابقا، وهو اللي صنع مجد وادي الليل وقت اللي كانت في الوطني. احنا باش نبداو بفار، انا خليني نقول باش نبدا بفار لانه لهنا نلقى الاسكالوب بسوم ما استانسناش بيه احنا لهنا، وهذه معروفه المحل هذايا ماهوش نعملوا في بيبليسيتي، لكن المحل هذايا محل معروف وانه ديما يعمل اسعار تفاضليه. المراه مسكرت لنا على سعر الاسكالوب. السلام عليكم، سامحنا شويه مدام، ما يسالش باش ناخذوا الاسكالوب هكا، خذ سوم الاسكالوب. وتو نقول لكم علاش الاسكالوب اللي قاعده تتباع حتى ل 15000 و قداش؟ 15000 جرون سيرفاس. الجرون سيرفاس لهنا هيك ب 11 دينار. دونك هذاك علاش حبيت نبدا من هنا، انا نبدا على خاطر ديما لهنا ثم ربي ثم ديما معناتها الاسعار نتاعهم تكون افضل وتكون اقل من غيرها. خلينا نمشي باش ندخلوا تدريجيا للسوق نتاع سيدي البحري. احنا خذ ليك البطاطا ب 11%، خاطر من بعد كي باش نحكيو عليها في لي بون زافير باش نلقاوها غادي ب 800 مليم. هذاك علاش خلينا ناخذوا البطاطا ب 11.180، وكما قلنا الغيث النافع وان شاء الله ديما نافع اكيد على مدى بعيد باش تكون عنده معناتها انعكاسات ايجابيه، لكن توا في القريب العاجل الامطار هذه باش تكون لها انعكاسات خايبه وانعكاسات صعيبه على مستوى الاسعار، لانه نعرف وقت اللي تصب المطر حتى جمعان المحصول يولي صعيب برشا، الخدامه ما عادش يدخلوا للارض باش ينحيوا المحصول. دونك هذاك اللي باش يخلي نقص في التزويد، والنقص في التزويد يقابلوا ارتفاع في الاسعار، وهذا معروف وهذا يعرفوه قاسي والداني هكا ولا مش هكا. نمشي واحنا ندخلوا بشوي. اهلا بك يا حاج، على سلامتك. الله يبارك لك، عايشك عايشك. وين القضيه؟ القضيه وانا اخي الطريف خوخ اي فهمني، وشويه انزاس باش ناخذ شويه انزاس وني مروح. ربي معاك يعيشك. احنا ديما ناخذ هكا الخوخ ب 2980، هذا الكراميل الكاليبر الكبير 2980 مليم. هذا التفاح سبيبه ب 4980، لكن باش نلقاو زاد التفاح حتى ل 2000، وراهو ما يقلش قيمه على هذاك. معناتها ماناش نعملوا في الاشهار، نمشيو سامي هكا. لعينك يا معلم، لاباس يعيشك. الكيلو بطيخ ب 2980 مليم، لا ما نساش باش نمشيو حتى الاخر خاطر باش ناخذ البطاطا اللي ب 800 مليم. هاني واحده نعرف لهنا هاو كيولي الجولدن ب 2980 ما يسالش، وسبيبه ب 3180. حبيت احنا ماشيين سامي ناخذوا بانو على كل الفريب، خاطر نعرف ثم برشا ناس غرامهم معناتها الكبير هو في الفريب هاو كيما نشوف، واغلبهم نساء. لقيت دباره ولا لا توا؟ لقيت لنا دباره ولا لقيت؟ واه يا غالبه، كيفاه يا غالبه؟ قول لي شنو هي الدباره هاي؟ اليوم قناويه ان شاء الله، كان حب ربي شويه علوس. بالعلوس اي علوس باهي، شريته من سيكسيون. اي من سيكسيون. انا نبدا قاعده في طريق وادي الليل. لا انا نمشي غادي ناخذ لك هاك الطريف ونعملو بشويه. نعملو قناويه اليوم بشفاليك. نهاركم مبروك، نهارك اسعد وبرك. ريتها الفريب سامي هاو كديما الحراير تقام في الفريب، ما تزيدش تحكي. المرأة تضحك علي، ريت كيفاش ما اجا ندخلوا. اهلا بيك. ايواش قداش البطاطا غادي؟ بدينار به، مش ب 11.180 هكا، على الاقل هنا نقص به. هذه الطماطم سامي ب 700 مليم، ما تسالش خذها ديما كيما نقول لك انا، خاطر من بعد رانا باش ناخذوهم في لي بون زافير هذوما باش نشوفوا معناها شنو نجموا نعملوا احنا، ونعرفوا اليوم نهار اثنين باش نعطوا هكا احنا، على خاطر اليوم نهار اثنين نعرفوا اللي المرشي يبدا ناقص برشا. قداش البرج قراع؟ 500. واضرب انت شنو هذا، يجي شكشك تقرا ولا كفتاج؟ يجي كل شيء كفتاج، يطول عباد طيب، ما عادش ما عادش يهم برشا.
غير الطنجره تركح معناها برا سامي نمشيو. ايوا اي هلا عينك. لا مستعان يا سيدي. امك حوريه بقداش؟ دينار الكيلو. اهلا بيك عايشك ربي عايشك عايشك عايشك. شاي سيدي البحري شاي. عسامة مدام كملت القضية شاي؟ وي وي شنو أحوالها القضية؟ فهم شاي هاك دخلت وشفت فهم شاي. أكل المرأة لخصت ما خلتنيش أنا نلخص. صحيح أنه اليوم بقى صحيح هو نهار اثنين اليوم ولكن سيدي البحري راه جيناه نهار اثنين وجيناه نهار سبت وجيناه نهار احد وجيناه في كل الاوقات جيناه في الصباح وجيناه في القايله. للاسف الشديد معناها المرشي هذا قاعد يترقى. اهلا بك صباح الخير صباح النور. وين السلعه كملت البارح؟ البارح كملت شوي شوي تسجيل حضور برا. تسجيل حضور شوي شوي احنا بيدنا نسجلوا في حضورنا باش نعطيه على الاقل ايماج. خذ البصل هكا ب 600 مليم ديما يقولوا انه البصل الاحمر خير. نعرفش انا شنو الفرق ما بيناتهم هذية ونسألوا عليها في مع التغذية وناخذوا المعلومة الصحيحة. يا سامي هات لهنا وخلنا نشوفوا هاو البصل الأحمر غاديك احنا قلنا 500 ولا 600 نشوفوه لهنا قداش سومه هاكو ب 800 خلنا نسألوه احنا نقولوا شنو الفرق ما بين توا شنو الفرق ما بين البصل الأحمر والبصل الأبيض؟ البصل الأبيض يبدأ حار مش حار والبصل الأحمر حار والبصل الاحمر يصبر اكثر من الابيض. يصبر اكثر من الابيض هذاك علاش غالي اكثر؟ هاي ولا انت تغلي فيه بالعين؟ لا لا تو البصل الهسات والمطر الكل المطر الكل ما غلطوش. اي باهي هلا حاجه بس اما خير البصل الاحمر ولا الابيض؟ انا الروم الابيض ولا حبش الاحمر. اي كل واحد على السلامه. اهلا بك يا حاج لاباس. شنو جامعك؟ كملت الجوله نتاعك؟ والله هاني مازلت ندور. مازلت تدور؟ اي اي لقيت شفارات افاريات خضراء. شنو نعمل خضراء؟ خضراء ماركه خضراء معها 10 قارص كان كتب نعم. هذه سؤال ما في بلاستو. علاش البطاطا غاليه ومازالت باش تزيد تغلى؟ هاني نقول لك انا من توا على خاطر برشا حاجات برشا عوامل دونك هكا نكونوا كملنا جولتنا الصباحيه اليوم في السوق البلديه في سيدي البحري في قلب العاصمه. نتقابلوا غدوه باذن الله في موعد متجدد ان شاء الله بدايه اسبوع مره اخرى موفقه للجميع. الى اللقاء.